طيب الله وأوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. إنه إحنا على أساس حكم إسلامي ما لمسنا هذا الشيء بكل تصرفاتكم. ناس بديتوها ويانا بالكذب وراح تنهونها بالدمار. دمرتوا البلد، ماي مالح وكتل الزرع. كهرباء، الكهرباء ترابك لايت، الله وامان الله. اذا عندكم مروءه وعندكم انسانيه نحوا عن الحكم، خلي يجي غيركم. كافي 15 سنة بديكم، شنو سويتوا؟ أنا مرة ترى شيعية، وأنا ما منتمية لأي حزب. مثل ما جيتوا بجنطة، تطلعون بجنطة، أنتوا طلعتوا المليارات لي قدام. ضمنتوا حياتكم، أنتوا أولادكم وأحفادكم. مثل ما جيتوا بجنطة، تطلعون بجنطة. أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين. اليوم نشرت صحيفة العربي الجديد حول التفكك الذي يهدد تحالف ما أسمته بتحالف الأضداد بعد شهرين على تشكيله. التفكك يهدد تحالف الأضداد بعد شهرين على تشكيله، هذا عنوان المقال، وجاء فيه بأنه أبرز ما شهدته الساحة في العراق من تغير أو تحريك في المشهد الجامد منذ سنوات طويلة، كما قال أو قال كاتب المقال، هو تسمية مرشح تسوية لا ينتمي لأي من الأحزاب الفائزة بالانتخابات كرئيس وزراء، ثم تحالف الكتل العربية السنية خصوصا الحزب الإسلامي الذي يمثل الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين في العراق مع القوى المقربة من إيران في كتلة واحدة، غير أن هذا التحالف الذي بات يطلق عليه في العراق بتحالف الأضداد قد ينفرط في أي ساعة بعد شهرين على تشكيله إثر خلافات واسعة داخل تحالف البناء، وهو الاسم الذي اختير كخيمة تجمع بين قائمة الفتح الجناح السياسي لميليشيات الحشد وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وثالثهم تحالف قوى سنية مكونة من نحو 50 نائبا يمثلون عددا من محافظات البلاد، كان أغلبها على تقاطع كبير مع الجناح الشيعي اليميني كما جاء في المقال قبل الاتحاد معه بشكل مفاجئ، وهو ما فسره عدد من السياسيين بأنه تحالف مبني على مصالح ومكاسب لا تحالف فكري دائم. في هذا السياق كشفت مصادر مقربة من تحالف المحور الاسم الذي يجمع القوى العربية السنية التي انضمت في تحالف واحد مع الجناح اليميني المقرب والمدعوم من إيران بشكل مباشر يوم الاثنين الماضي، بأن عددا من أعضاء المحور طرحوا موضوع الانسحاب من تحالف البناء بسبب عدم تنفيذ أي من الوعود التي قطعوها على أنفسهم، وعلى أساسها تم الاتفاق على الدخول في تحالف واحد مع هادي العامري ونوري المالكي. أضافت المصادر لصحيفة العربي الجديد بأن أسباب طرح انسحاب المحور السني من هذا التحالف تعود لعدم تطبيق أو تنفيذ أي من الاتفاقات التي تم على أساسها بناء التحالف، ولا حتى توفر بوادر لتلك القوى بأنها ستنفذها قريبا. من أبرز ما تم الاتفاق عليه بحسب صحيفة العربي الجديد وبحسب المصادر التي أدت إليها هو إعادة نازحي المدن المستعادة إلى منازلهم ومدنهم، وأغلاق المخيمات، وانسحاب ميليشيات الحشد من مدنهم، والكشف عن مصير الآلاف من المختطفين على يد الميليشيات، من بينهم 8700 مختطف تم اختطافهم في معبر بزيبز ومنطقة الصقلاوية وأبو غريب وبيجي، بالإضافة إلى الكشف عن مصير الذين تم اعتقالهم من قبل الحشد في الموصل والبعاج والشرقاط وبغداد، وإنهاء عمليات التغيير الديموغرافي في مدن محافظة ديالى، وفتح تحقيق بجرائم
القتل والاستهداف الطائفي وإعادة إعمار البنى المحررة ضمن موازنة العراق وإطلاق المبالغ المخصصة لها في السنوات السابقة التي كانت خلالها محتلة من قبل تنظيم داعش وجرى تجميدها من قبل الحكومة فضلا عن مطالب أخرى. إذن هناك خلافات وهناك حديث عن انشقاقات في داخل تحالف البناء، الحجة بأنه بعدم تنفيذ أي من المطالب التي تم الاتفاق عليها، وهذا يدلل على أن التحالفات السياسية القائمة في العراق هي تحالفات هشة، هي تحالفات تقوم على المصلحة، تقوم على المحاصصة لا أكثر. معنا اتصال أبو أحمد من البصرة، تفضل أبو أحمد. نعم تفضل حبيبي. بالنسبة للانشقاقات مالتهم هاي ناس مو مهنيين، هم الدرجة الأولى ناس مو مهنيين، ناس أحزاب ويريدون الوزارة الداخلية وزارة الدفاع، ناس مو شغلتهم هاي، شغلة إنسان عسكري يجب أنه يكون عسكري وعنده خبرة بالجيش. فناس دولة جاي يشوفون أي دائرة بها قائد أو بها استفادة هم يجون عليها في سبيل يفيدون ناسهم ويفيدون حزبهم، ولكن هو تجي للحقيقه هو الشعب شنو المستفاد؟ كل شيء ما مستفاد شيء الشعب. نعم. الشعب متدمر اصلا، يعني هسه انت جاي تشوف البصره ابسط الامور، اجيب لك مثل على البصره. البصره جاي تطلع مظاهرات والشوارع مفتوحه وجاي ناس شباب جاي تغسل في سبيل العمل على بلدها، يعني شاب عاقل بطال خريج عنده شهاده شنو يشتغل؟ لا شغل لا عمل، ماي ماكو. يعني الاوضاع كلش مو زينه والله قسما بذات الله. وما تنحل هاي المشكلة أبداً، أبد ما تنحل، لأنه ما دام شغلة أحزاب وهذا من هاي الفئة وهذا من هذا الفئة ما يعني ما تنتهي هاي المشكلة المأزلة، مثل 7 مليارات بالضبط. نعم. زين أبو أحمد. نعم. يعني هم ما صار لهم شكلين، يعني الحكومة بعدها ما مشكلة، يعني بعد هناك وزارات مهمة مثل ما تذكرت الداخلية والدفاع، واليوم حديث عن انه ربما هذا التحالف اللي انتج عادل عبد المهدي وانتج الحكومه التي لم تكتمل بعد، انه ربما سوف ينشق بعض هؤلاء عن تحالف البناء. هاي بعدهم ما مكملين شهرين الجماعه وحديث عن انشقاقات. زين بعد سنه ايش راح نشوف؟ بعد 6 اشهر ايش راح نشوف؟ حبيبي ما يتم اتفاق بيناتهم، لان هم يدورون يا وزاره البيئه قاعده يجون عليها وما يصير اتفاق بيناتهم اطلاقا اصلا. وعادل عبد المهدي في يوم ما يقدم استقالته لانه رجال التمت عليه وهو كان وياهم واستقل طلع فتره، فما يقدر على هذول. هذول ناس يعني صار لهم فتره بالسلطه من 2002 لحد هذا اليوم مستفادين وبنوا قصور وعمارات بالدول الاوروبيه، كل واحد عاطى جنسيتين. هذول يخدمون الشعب العراقي؟ ما يخدمون الشعب العراقي. هذول الشعب تدمر، الشعب انتهى، شنو بقى به الشعب بعد؟ يعني حتى ميزانيه ماكو، شنو بقى؟ كل شيء ماكو. الله وكيلك. نعم. أنا اشكرك ابو احمد من البصره كان معنا. طبعا النائب عن دوله القانون منصور البعيجي كذلك تحدث الى صحيفه العربي الجديد في هذا التقرير او المقال الذي نشرته الصحيفه. قال البعيجي بأن كثيرا من الكتل السياسية التي هي داخل تحالف البناء لديها نية الانشقاق عن البناء وتكوين كتلة كبيرة، وكذلك أيضا كتل من تحالف الإصلاح والإعمار أيضا لديها نوايا الانشقاق. وقال أعتقد في النهاية بأنه ستصبح جبهة معارضة وجبهة قوية أيضا داخل البرلمان كما يقول من نتاج انشقاقات الكتل عن المعسكرين الرئيسيين. وأضاف بأنه يعتقد بأن سبب الانشقاقات منبثق من فكرة أن كتلا كثيرة لم تحصل على استحقاقها الانتخابي. معنا اتصال سعد من بابل، تفضل سعد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك سعد عمر؟ حياك الله، يا هلا بيك، أهلا وسهلا بيك. اليوم حديث عن انشقاقات في داخل تحالف البناء بعد شهرين من الإعلان عنه. استاذ عمر، هاي كرهت كتله هي الجماعه يتقدمون الكابينه الوزاريه مال عادل عبد المهدي. فهم بيناتهم ما يصافون، هذا يريد ربعه وذاك يريد ربعه، وتظل الانشقاقات السياسيه بيناتهم. نعم. لان كل واحد يريد ربعه الكابينه الوزاريه حتى يستفاد اكثر.
نعم. للافاده يعني اكثر حتى يستفادون. نعم. لذلك تشوف بيناتهم دائما انشقاقات بين الكتل السياسيه. نعم. زين هسه حتى اذا ضربنا مثل يعني التجار شاركوا في 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 تجاره معينه. حسبوها حساب شنو ايش راح يربحون؟ ربما انهم ما يربحون. يعني على الاقل التجاره تاخذ لها وقت تاخذ لها وقت حتى تبين. هاي اذا احنا يعني طبقنا نظريه المصلحه بين الجماعه، زين بعدها شهرين وحديث عن انشقاقات. استاذ عمر. نعم. هو هذا هو الكلام هذا اللي تفضلت به هو الصحيح، هو نقصد هيك يعني يستفادون يردون، كل واحد وربح حتى يستفاد. لذلك تشوف بيناتهم دائما بين الكتل السياسيه حزازيات تصير. نعم. واللي ما يحصل وزاره وما يحصل شيء يهدد يقول اليوم احرق العراق، لا اليوم بغداد احرقها اذا ما يحصل شيء بالكابينه الوزاريه. شنو رايك ذول ذول السياسيين؟ اول ما بدات العمليه السياسيه بالعراق. نعم. يعني هذا التصرف هذا ينم على الناس سياسيين لو شغل مافيات وعصابات. هو الشيء الصحيح هذا مو مال واحد يعني سياسي وطني جاي يخدم البلد. نعم. يعني انا ما سمعت هذا الحديث في جميع الدول، ما سمعت هيك حديث. نعم. هو جميع الدول عندها احزاب وعندها بس ما سمعنا هيك احاديث احنا. زين؟ ومن يصير نقص بالخدمات بالشيء الوزير يقدم استقاله، هنا احنا ما صار هذا الشيء عندنا. مال الاسماك ومال ما شفت وزير قدم استقاله. زين؟ يعني لمصلحتهم الخاصة جايين، يعني الغرض المصلحة الخاصة مو مصلحة الشعب. نعم. ألو أستاذ عمر وياي؟ أسمعك واضح جدا. إيه هذول جايين لمصلحتهم الخاصة، يعني يردون يفيدون ربحهم بس، يعني مو لمصلحة الشعب يردون يفيدون الشعب أو يخدمون الشعب. لذلك تشوفوا بيناتهم حزازيات، إذا واحد ما يحصل شيء بالكابينة الوزارية يقول انا احرق بغداد اليوم، احرق العراق كله حرقه، اذا ما يحصل شيء بالكابينه الوزاريه. يعني الهدف منه هو الاموال، يعني لا اكثر ولا اقل. الاموال الاموال ثم الاموال، هي اهم شيء الاموال عندهم. نعم. انا اشكرك سعد. لذلك اضرب لك مثل. نعم تفضل. هسه التعيينات. التعيينات ابسط شيء استاذ عمر، اذا تروح اي واحد مثلا اي جهه حزبيه او فد شيء يقول لك اعطيني اموال يلا عينك. نعم. هسه بصوره عامه يعني هاي ابسط شيء التعيينات، كيف مال الوزارات ولا هذا؟ هذا كله اموال، غايتهم هم الاموال، لجني الاموال. نعم. وليس لخدمه الشعب. نعم. أنا أشكرك سعد من بابل، شكرا لك. معنا اتصال أم محمد من السليمانية، تفضلي أم محمد. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. سلامي لحضرتك. أهلا وسهلا. سلامي لحضرتك والقناة الرافدين وكادرها. الله يسلمك. أستاذ عمر، اليوم إذا أكو إيد نظيفة ما يخلوها تشتغل بالوزارات ولا بكل دائرة. إذا واحد يشوفوه يشتغل شوية عدل رأسا خلوا عليه عصابه اختالوه. زين على مود ايش يسوون هذا الشيء؟ على مود يبوقون اموال الشعب بينطوها لايران. نعم. وكل عصابات، ماكو حكومه احنا عندنا، حكومه عندنا ماكو احنا حكومه، لا حد يتوقع اكو حكومه، كلها عصابات. بس سووا وقاموا يضطرون على الدول، قاموا يروحون هنا وهنا على مود يثبتون نفسهم. ما يثبتون نفسهم يضحكون على نفسهم، لان الشعب اول شيء هو الشعب ما رايدهم، هو الشعب اول وقرار الشعب هو الشعب القرار اله يرجع مو لهم. الشعب ما رايدهم، الشعب ما انتخبهم، ما حد طلع انتخبهم، كله تزوير دوره استاذ عمر. نعم. زين وهم دايبوقون علني مو هيك، يوم يغرقون البنوك يقولون والله غرقت وراحت الفلوس مال العراق. يوم يحرقون وزاره على مود الفساد مالهم ما يطلع، يعني يطلعون ويظل الفساد وراهم. استاذ عمر ناس واحد سافر بحرق الاخر اقول لك هيك شكل مع احترامي الك. نعم. كلهم هم بالهوى سوا، كلهم يبوقون،
حكومة كاملة بأكملها، إذا سنة وإذا شيعة وإذا كراد وإذا أي صائبين من كل المكانات، هم كلهم حرامية. نعم. لا تصدق أكو هسه اليوم واحد بالحكومة دا يقول الشعب، نوبات دا يطلعوهم على التلفزيون. أريد بس أحصل واحد من النواب، ما أقدر أحصل إيش قد مو أكو تكفف على الاتصالات. أريد أقول له أنتم شنو سويتوا؟ شنو نطيتوا للشعب العراقي؟ ولو تطلعون احنا اشتغلنا، وين الشغل مالهم؟ شنو اللي اشتغلوه؟ لا مدرسه اكو، هذا الشارع كله بسات، هاي الشوارع محفره، يلا بلطوها للشوارع ليش ايش بيها؟ هاي ادون شي الشوارع. نعم. ادون شي المدارس، ادون شي المستشفيات، هاي المستشفيات الاهلي، الحكومي، العفو، الحكومه المستشفيات باي محافظه، بغداد، اي محافظه دوا ما بيها. ليش ما بيها دواء؟ زين ليش المستشفى الاهلي كل شيء متوفر بيها؟ تروح المستشفى الاهلي كل شيء هو متوفر على حد، اي شيء تريده هو متوفر. ليش عند الحكومه ماكو؟ ليش اكو شيء وراء هذا الشيء؟ اكو بوق، لو ما اكو ايد واسخه مو نظيفه هذا يتوفر له. هي يا وزاره ما تدخل لها فلوس، هم دا يبوقوها الفلوس. وشلهم بالفلوس استاذ عمر، شلهم بالفلوس؟ أنا أقول الواحد ياخذ سيارة يقعد ببيت يخلي له مصرف على قد الحال كافي، هو من راح يموت وراح ياخذ وياه؟ نعم. من راح يموت شلهم بيها؟ مو هذا يحرقوهم، هذا مال الشعب، هاي هناك ما يشفع لهم الله، والله ما يشفع لهم. هاي أمال هاي الأرامل وهذول الأيتام الجهال العايشين بالشوارع وبهذا الطيان وعلى المزابل، مع احترامي لك أستاذ عمر. نعم. ليش يبوقون؟ أعطي هاي الناس التعبانة لعد قناة هنا بغداد تفطر على البيوت، تاخذ من الناس المساعدات وتجيب للناس، مو أنتوا حكومة. شوفوا هذا الشعب وين وصل، أنتوا حكومة، شوفوا الشعب وين، المي سمموه، الأكل دي سمموه، هاي الملابس اللي يحطون بيها امراض سرطانيه من ايران دا يجي استاذ عمر، ودا يسوون. انت تتابعوا الشعب مالكم، اطلع على التلفزيون يا شعب شنو اللي تريده؟ ليش صدام حسين كان الف رحمه على روحته وين ما نام؟ بالليل يحكي ينطي بيان، الصبح يصبح متنفس بالشارع بيان صدام حسين. ليش انتوا ليش ايش بيكم انتوا؟ اصلا هم مو قادرين على هذا الشيء استاذ عمر، هم ما قادرين على هذا الشيء. اصلا هذول مو حكومه، هذول جايين يبوقون، ما جايين حكومه، هذول بالتسلسل وجبه ورا وجبه، يبوق يشبع يجي اللاخ ورا. نعم. اما لو يخافون على الشعب ويشتغلون صحيح مستحيل يصير بينا احنا هالشكل، وراح ننزل للادنى بعد. نعم. زين؟ اني اشكرك ام محمد. أي. من السليمانيه كانت معنا. طبعا النائب البعجي لفت الى ان هناك اتفاقا داخليا وسريا بين رؤساء الكتل وزعماها الكبار الذين يشرفون على الكتل السياسية، لكن يقول لدي معلومات بالنسبة إلى كتل جاءت لمصالح ولم تحصل على ما تريد سترحل بالتأكيد، وأكد بأن أكثر الكتل داخل تحالف البناء لم تأخذ من استحقاقها، لأن كتلتين سيطرتا على تشكيل الحكومة وتحالف المحور قد تضرر كونه لم يأخذ من استحقاقه من الحقائب الوزارية، وأعتقد فعلا كما قال البعجي بأنه سينشق. طبعا تداولت وسائل إعلام محلية أنباء عن تهديدات أطلقها زعيم تحالف الفتح القيادي بميليشيا الحشد هادي العامري، تهديدات للقوة السنية في حال انسحابها من التحالف، واعتبر بأنها ستخسر كل ما حصلت عليه من مناصب في حكومة عادل عبد المهدي. في هذا السياق رأت مصادر مطلعة بأن الأمر غير دقيق، كون تلك القوى ستجتمع قريبا لمراجعة العلاقة مع القوى السياسية التي تدعي تمثيلها للشيعة، وإمكانية استمرار هذا التحالف أو الاتحاد في كتلة واحدة داخل البرلمان مؤلفة من نحو 50 نائبا، أسوة بوضع الأكراد الذين لا زالوا غير متحدين أو ملتحمين مع أي من المعسكرين الشيعيين، بينما يبقى المعسكر السني الآخر الذي اختار الانحياز إلى معسكر مقتدى الصدر وعمار الحكيم كما جاء في الصحيفة وبحسب المصادر المطلعة أكثر استقرارا حتى الآن. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
اهلا بكم جديد اعزائي المشاهدين. طبعا في اطار الصراع والحديث عن الانشقاق عن تحالف البناء، النائب عن تحالف المحور الوطني عادل المحلاوي كذلك تحدث الى صحيفه العربي الجديد وقال بان هناك اتفاقات جرت قبل التحالف مع الاخوه في الفتح ودوله القانون، ولغايه الان لم تتحقق اي نقطه من النقاط التي تم الاتفاق عليها. اضاف بانه من بين هذه الاتفاقات هو إرجاع النازحين وإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين، الأمر الذي لم يتحقق. وإذا لم يلتزم الطرف أو الشريك بالوعود والاتفاقات فنحن لدينا خيارات أخرى بالتأكيد كما يقول وبالاتجاه الذي نقترحه. هناك طبعا تصريحات من قبل نواب حول هذا الموضوع. النائب عن تحالف الفتح وهو الوزير السابق علي شكري قال بأن اللجوء إلى خطوة اجتماع المكونين السني والشيعي في تحالف واحد كانت خطوة باتجاه الطريق الصحيح، وبأن هذه الخطوة لم نتمكن من إنجازها كما قال على مدى 15 عاما وتم إنجازها في هذه المرحلة. طبعا الحكومات السابقة كلها يجتمعون محاصصة، هذا إلى البرلمان وهذا إلى رئاسة الحكومة وهذا إلى رئاسة الجمهوري. أضاف بأنها تجربة جديدة كما يقول، وستواجه عقبات وتواجه بعض الأخطاء من كل الأطراف، ولا بد من بذل كل الجهود لمنع انفصال أي مكون من المكونات، وممكن تجاوز كل العقبات من خلال الحوار والتفاهمات، وقد يغفل هذا الطرف أو ذاك عن مسألة معينة، لكن هذا الإغفال يجب ألا يكون مبررا للانفصال وإلا سنعود خطوات إلى الخلف. معنا اتصال غسان من تركيا، تفضل غسان. وعليكم أخويا. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك وحيي جمهورك الكريم وحيي قناتكم الشريفة. حياك الله يا أهلا بك أخي. بالنسبة للانشقاقات مالتهم، هي شنو الانشقاقات مالتهم أخويا؟ هي متحالفين كل وقت كم واحد يتحالف على مود ياخذون فلوس، يقعد يدفع أكثر ياخذ أكثر. أبوك الله يرحم بشهادة ابن الحلال. نعم أخي، نسأل الله أنه هالشعب يفوق بس ويطلع هالعفنين من هالأماكن. نعم لأن أخي إذا تجي تشيك وابدات العراق، وابدات العراق تعيش نص العالم، وإحنا شعب جوعان دايج بالدول، وكل من يجي على قولة القائل لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أنه من منبركم الشريف انه ناشد اخواننا العراقيين اللي بعد ما نقول غير سالفه انه يصحون، بس يصحون، ترى جاي نمبارك، جاي ننقتل باسم الدين، باسم الطائفيه، باسم التحالفات مالتهم هاي القذره حيشات وحيش جمهورك الكريم. اسال الله انه يفكنا منهم، من هالزمره مال الحراميه. واشكرك واشكر جمهورك اللي يسمعني. انا اشكر غسان من تركيا، كان معنا ام ازهار من بغداد، تفضل يا ام ازهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حييك وحيي هاي القناه العظيمه وعامليها. اهلا وسهلا. بالنسبه احنا ما نقول هاي الاحزاب وهذول الحراميه اللي اجوا من سنه 3 الى هسه يكونون دوله على اساس. هم لا يقدرون يكونون دولة ولا يقدرون يسوون أي شيء، لأن هم جاءوا للبناء، مو للبناء، للتخريب، للبوظ والتخريب فقط. يبدون بس يسترون على العراق ممتلكاته. وأول ما بدت هاي الدفعة الأولى مع عادل عبد المهدي، أني يعني أول يمكن قلت إنه هاي الدولة فاشلة، وعبد المهدي إيراني ومدعوم من إيران أصلا، وكل المجلس كل الحكومة فاشلة وإيرانية، لأنهم هم يريد يبني دولة، يريد يبني دولة ما يبنيها بشهرين وثلاثة، يبنيها بيوم وليلة إلى عنده نية سليمة إلى العراقيين. هذول ما عندهم نية سليمة، هذول مدفوعين من إيران والدول الأخرى اللي هم متعاونين وياها وأمريكا وإسرائيل.
يعني ماكو امل بهاي الدوله، ماكو اي امل، اي امل يجي. اذا انشقوا اذا راحوا اذا اجوا من 2003 الى هسه شنو سووا؟ هل بنوا جسر؟ هاي الشوارع كلها محفره. نعم. هاي الناس بدها تموت، هاي الموصل اللي قاعدين بالخيم هالبرد وهالحر قاتلهم، وهذا هاي البصره اللي قتلها الجوع وقتلها الاملاح وقتلوا ما خلوا لا زراعه استفادوا، قتلوا زراعتنا وقتلوا صناعتنا وقتلوا تجارتنا وقتلوا حتى الروح اللي الانسان عنده روح وطنيه هم شوي شوي قاعد يذوبوها عندهم. نعم. فهو بدوا يمحون كل ما العراقي يريد ان يستحق للحياه كلها قتلوها وياه قتلوها. نعم. بحيث حتى يعني هوايه دا يترحلون، هوايه دا يسافرون، وهوايه نفوسهم يعني ماتت ما انهم يعني اتعجب شباب. نعم. اسال شباب اقول له انت مو شاب شنو طموحاتك؟ يقول لي شنو طموحاتي؟ هي سوت لي الدوله وانا شنو مستفيد؟ انا اقعد انام جوعان واضرب بعائله ما اقدر، يعني هذا الانسان العراقي. هل احنا عشنا بنشي حياه؟ احنا ما عشنا حياه هذه، عشنا حياه رفاهيه، عشنا حياه عراق كله كان هو العراق اللي الامه العربيه كلها كان، هو القدوه للعالم كله، هو لا. كان كله مسيطر على يساعد الناس اللي عندها تضحيات وعندها ظلم وعندها اي اشياء. نعم. واحنا هسه صرنا في اتعس من الناس اللي قاعد تترحم علينا، والناس اللي تتفرج علينا، والناس اللي تضحك علينا بنفس الوقت. نعم. الى متى؟ انا سؤال بس اسئله، الى نعم. متى؟ وعشرين علامة استفهام عليها، إلى متى نبقى إلى هذا الوضع؟ وأنا أشكرك. شكرا أم أزهار من بغداد. طبعا القيادي في تحالف الإصلاح النائب كاظم الشمري قال بأنه على ما يبدو فإن تحالف البناء شكل على وعود كثيرة ومغريات صعبة المنال، لذلك يجب إعادة النظر بتحالفاتهم في كل الأحوال. وقال بأنه في نفس الوقت فإن العودة إلى الطوائف والمكونات هي نكوص بالعملية السياسية وتراجع كبير. وأنا أستغرب على كما قال، وأنا أستغرب من الأخوة في المحور يطالبون في مسألة إعادة النازحين وغيرها، لأن مسألة إعادة النازحين ليست مرهونة بيد البناء، وإنما هذا أمر يحتاج إلى تضافر جهود وإلى خطة وطنية شاملة تسفر عن إعادة النازحين. أما إذا اقتنعوا بما قاله لهم البناء وعلى هذا الأساس تحالفوا معهم وأخذوا مكتسباتهم واستحقاقاتهم بمجرد القول لهم بأنهم سيفعلون كذا وكذا، فأعتقد بأن هذا ينم عن قصور في النظر ولا يحمل أي ذكاء سياسي. معنا اتصال أبو ياسين من بغداد، فضل أبو ياسين. تحياتي لك أخوي لقناة الرافدين. حياك الله وسهلا بك. أخي أوجه كلامي إلى الشعب العراقي اللي دائما يسوون عليهم على أساس ثورة، هي مو ثورة، هاي مظاهرة، أكو فرق. أخوان إذا أنتم بانتظار هذه الحكومات، إذا أنتم بانتظار هذه الحكومات أنه يسوي لكم تصعد فدباية زينة، فهاي قطمة وسعوها من إداناتكم. هؤلاء أنا دائما أكررها، هؤلاء كلهم كانوا يحاربون بالثمانينات، ولو منتصرين علينا بالثمانينات، ماكو بال88 كان العراق من زمان بهذا الحال. فاخواني كل محافظه خلوا يكون قاده 5-6، هذا القاده يكون يجمعون فد جيش مثل قبل، وكل محافظه يكون يصير فيها فد 1000 يعني من الثوار شو مال الانبار، كل محافظه 1000 واحد. والله هاي 18 محافظه، خلينا نقول 15 محافظه، 5000-15000 واحد من الثوار والله يسيطرون على هؤلاء. أخواني هؤلاء ناويين على العراق بتفليشة من بداية النهايته. هسه قولوا هاي من 16 سنة شنو اللي بنون العراق؟ قتلوا العراقيين، زرعوا الطائفية، فلشوا الجوامع، حرقوا القراعين، قتلوا الأطفال، شمروا النساء جوا الدبابات والأطفال،
اخواني اصحوا اصحوا، وهاي وحده اخي سمعت بها مال هاي الحكومه على اساس راح يسووها الزاميه، سمعت بها مو؟ نعم على اساس تسريبات. اي نعم، لا هي هاي ما ترهم، هاي اول ما اول هنا هاي اوبرا مال البنج. اثنين احنا قبل من كنا بالحكومه الزاميه بكت ابو عداي، احنا من كنا نقف على الحدود نعرف انه عندنا قائد قلبه على العراق والعراقيين، كنا من وقف يعني احنا مطمئنين ان عندنا قائد وطني. حتى من نروح حكومه الزاميه من نوقف على الحدود نحمي من؟ شو هي ايران؟ ايران جاي تحكمنا، يعني نحمي العراق منين؟ بس قول لي انتوا الحكومه الزاميه جاي تضحكون على الناس، والله عيب عليكم. والله قبل قالوا ظهر الحق وزهق الباطل، كلامهم مضبوط. حتى الحق جاي يظهر، الحق جاي يظهر، هؤلاء كلهم باطلين، كلهم جاي يزهقون. الحق قبل ما له بعد جاي يظهر شويه شويه. وأنا أشكرك أخوي أبو ياسين من بغداد، كلام على شكر لك. طبعا للتذكير بأن تحالف القوى السنية الذي تحالف مع الجناح الشيعي المدعوم من إيران يعني ضم قوى عدة أبرزها قائمة الأنبار هويتنا بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وكتلة الجماهير بزعامة أحمد الجبوري، وتحالف بغداد بزعامة ليث الدليمي الذي كان معتقل ونعرف كنا عندما طلع على شاشات التلفاز وهو يبكي ويصرخ، تيار شباب العراق كذلك بزعامة علي الصجري، المشروع العربي بزعامة خميس الخنجر، نواب عن الحزب الإسلامي الذي يمثل الإخوان المسلمين في العراق بعد قرار الحزب بعدم الدخول باسمه الصريح ومنح لأعضائه حرية الدخول في الانتخابات بعد خلافات داخلية عصفت به قبل أو قبيل بدء الحملة الانتخابية في أبريل نيسان الماضي. كما يضم التحالف إلى جانب نواب مشقين عن كتلة الوطنية والنصر والقرار مثل يحيى المحمدي، ابتسام محمد درب، فيصل العيساوي، عبد الله الخربيط، زيتون الدليمي، وسميع محمد غلاب، وأحمد الجبوري ممثلا عن الموصل. طبعا في ظل الحديث عن كل هذا الانشقاق الذي ربما سوف يحدث في تحالف البناء، اليوم هناك تحرك وهناك يعني مصادر مطلعة كشفت عن اتفاق بين رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لتشكيل تحالف جديد لمواجهة كما يعني تسرب لمواجهة مقتدى الصدر. يعني يبدو أن تحالف البناء وائتلاف دولة القانون يجدون بديل لهم، البديل السابق منذ العام 2003 وهو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى جانب ربما يعني لاحقا ينضم إليهم الحزب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. المصادر قالت بأن لقاء البرزاني بالمالكي في بغداد تضمن الاتفاق على تشكيل تحالف يضم أيضا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، مبينة بأن هدف التحالف هو تمرير مرشحي الوزارات الشاغرة بالأغلبية دون موافقة الصدر بالإضافة إلى كبح جماحه. أشارت المصادر إلى أن زيارة البرزاني لمقتدى الصدر كانت إعلامية فقط، وقد أبلغه خلالها بأن المالكي مرشح القوى الشيعية والكردية لمنصب نائب رئيس الجمهورية. لدينا مقتطف يتحدث فيه النائب السابق نديم الجابري وهو كان رئيس حزب الفضيلة، قال بأن الأحزاب في العراق غير مؤهلة ولا تمتلك تخطيطات استراتيجية لإدارة البلاد. وأضاف الجابري بأن الإملاءات والحسابات الشخصية والحزبية تطغى على اختيار الوزراء في حكومة عبد المهدي. نسمع المقتطف لنديم الجابري ونرجع لكم. لحد الآن معاييرهم على الورق مو على الواقع، واحد يقول احنا عندنا نواب، واحد يقول احنا عندنا كتل، الكتل رئيس الكتلة هو يمثل النواب، وبالتالي عندما يذهبون إلى البرلمان ترى ما يعرفون النتيجة لمن. يعني تعرفين في التصويت على رئاسة الجمهورية أصلا هم راحوا إلى التصويت على أساس أنهم يصوتون للدكتور فؤاد حسين، لكن في اللحظات الأخيرة تغير النمط صار لصالح. نعم، معنا اتصال أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أستاذ عمر؟ حياك الله يا هلا بيك. تحية لك وتحية للشعب العراقي. أهلا وسهلا. العراق وخارجه وخادر الغلاء. أهلا وسهلا بك. بالنسبة ل
السياسيين استاذ عمر ما هم مو متخالفين، بس هم على عيون الناس كانهم متخالفين، ولا هم متفقين على تدمير هذا الشعب. نعم. وهذول هم كلهم مجرمين يعني، كلهم ما في ولا استاذ، كلهم خونه، كلهم عملاء، كلهم اعداء العراق، كما قال الاخ المحترم ابو ياسين من بغداد، تحيه له وتحيه كل المتصلين. هم هذول يحاربون من الثمانينات ضد العراق. نعم. وهذول فاسدين، واذا لم يتغيروا فلن يشوف العراق. العراق ليس دولة، حتى العربي أو أجنبي يبغى يسافر للعراق غير آمن، وعصابات مهيمنة على حدود العراق داخل وخارج، حتى في بغداد تعتقل الناس. نعم. فهي لابد من عملية سياسية فاسدة وأحزاب فاسدة وميليشيات تابعة للملعون الخميني، وتحية لك. نعم. أنا أشكرك أبو فيصل من السعودية كان معنا. نأخذ هذا الفاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. نقرا رسائل واتساب. يقول اخي عمر، البلد ومعاناة اهله من جميع النواحي، البطالة، الفساد وغير ذلك كثيرة منذ العام 2003 ولغاية الان في ظل حكومات متعاقبة لم تفعل ما في وسعها لانتشال البلد من واقعه المأساوي، سلب، نهب، قتل على الهوية والدستور، جلبه المحتلان الامريكي والايراني، وكذلك الطائفية وغيرها كثير من معاناة أغلب الشعب في السجون والمخيمات. رسالة أخرى يقول فيها أخ عمر، ألا توجد مقولة تقول بأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين؟ أخي 15 عاما، الله أكبر، والخراب والدمار يوميا وعلى يد تجار الدين، شوكت يتعظ الشعب هو العراق، منه يحمي غير أهله؟ ليش هذه التبعية إلى إيران؟ معنا اتصال أبو ناصر من تركيا. تفضل ابو ناصر. السلام عليكم. استاذ وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله، يا هلا بك. حيا لحضرتك وقناه الرافدين وكل الساده. اهلا وسهلا. استاذ عمر، كثره التحالفات وكثره الاحزاب وكثره القتل وبدات الاتفاقيات وبدات الانشقاقات وكثره المآزق، شنو النتيجه؟ نعم. شنو اللي استفاد الشعب من كل ذولة؟ يعني الكل تتصارع وتتقاتل مو لتقديم خدمه للشعب طبعا، لكن الحصول على مناصب، وهم كل الزين يعرفون شنو راح يدر عليهم هذا المنصب. خل تطلع كتلة أو يطلع وزير أو مسؤول ويقول شنو قدم للشعب. أستاذ عمر، هذولا مو سياسيين، هذولا مجموعة سراق ومجرمين. الجدد اللي موجودين شافوا اللي قبلهم إيش حصلوا وإيش قد سرقوا ونهبوا وماكو دولة أو حكومة حاسبتهم. فيقول هاي فرصة خلي أدخل بكل قوتي سواء بالتهديد أو بالترغيب حتى أحصل مثل اللي حصلوا السابقين، وإلا هم لا همهم الوطن ولا المواطن، مسؤولين سابقين يعني دخلوا للعملية السياسية حفاي وطلعوا مليارديرية، منو حاسبهم؟ ليش المواطن اللي يصيب أي حالة مرضية ويراجع مستشفى ما يلقي علاج؟ ليش البطالة وصلت بالعراق إلى تقريبا 30%؟ ليش أصحاب الشهادات عاطلين عن العمل وأولادكم مستلمين أعلى المناصب وبدون أي شهادة؟ ليش لحد الآن الناجحين يعانون ولا واحد من المسؤولين سأل عنهم أو وجد لهم الحل حتى يرجعون لبيوتهم معززين مكرمين؟ ليش ملايين من العراقيين مهجرين خارج العراق ويتمنون يرجعون لوطنهم وماكو واحد يسأل عليهم؟ ليش لحد الآن المحافظات اللي احتلتها داعش مدمرة؟ ليش تاركين شعبكم ومهتمين بس بإيران؟ بس أريد أسأل يعني، منو من السياسيين السنة خدم السنة؟ ومنو من السياسيين الشيعة خدم الشيعة؟ ماكو ولا واحد منهم. يعني دولة ميزانيتها توصل إلى 100 مليار دولار سنوياً والشعب عايش بأسوأ حال؟ يعني مو دفاعاً عن الأكراد أستاذ عمر، يعني ب 17% من ميزانية العراق بنوا كرسي. نعم. نعم أبو ناصر. أبو ناصر تسمعني؟
أنا أشكرك أبو ناصر من تركيا، كان معنا أبو أيوب من هولندا. تفضل أبو أيوب. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا أنا أحييكم وحي الكادر أجمع قناة الرافدين. حياك الله، أهلا وسهلا بك. الله يسلمك أخي. اليوم بالنسبة لصراع الوزارات، وزارة الداخلية والدفاع. نعم أخي، بس أريد أوصل معلومة أنه هذا فالح الفياض وأبو مهدي المهندس زاروا إيران لمقابلة قاسم سليماني حتى يضغط على الحكومة العراقية المزعومة حتى يأخذون المناصب اللي يريدوها هم. نعم أخي العزيز، يعني هم يريدون يسيطرون على الداخلية ويسيطرون على الدفاع ويسيطرون على الحشد. الحشد هسع هو يهدد الوطن العربي، خلي يسمعوها الدول العربية حصريا. أخي هذا مخطط فارسي مجوسي للقضاء، يعني للقضاء على العروبة بصورة عامة. يعني ما يريدون أي عربي إن كان سني ولا شيعي. فيعني يا أخي العزيز، والله العظيم والله العظيم، يعني مخطط، يعني 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 حتى اليهود ما حسبوا هيك حساب. نعم. فيا أخي الشعب نايم بسبات، يعني لا تعليم، لا مستشفيات، تهجير. يعني ايش ينتظر هذا الشعب؟ بس ايش ينتظر منهم، من هاي الحكومه؟ هاي 15 سنه اللي ميزانيتها ما تقدر مليارات الدولارات، ما وفرت شيء. الشعب جوعان، الشعب يعني نسبه البطاله بالعراق يعني عن تقارير دوليه عبرت 40%. يا اخي اضطهاد، اعتقالات، يعني بيوت مدمره. ايش منتظر هذا الشعب من هاي الحكومه 15 سنه؟ يا اخي والله باوروبا بس زيدوا اسعار النفط، هجت العالم الحكومه واسقاط الحكومه. هاي حكومه عميله ولا تريد خير للبلد. والله يا اخي العزيز ما تريد اي خير للبلد، ان كان لو يوميا يموت 1000 شخص او 2000 شخص هم ما دايرين بال. نعم. هذه حكومه اخي طائفيه ما تعبر الا يعني فقط عن السرقات والنهب، جايه وايه لجمة اكثر اموال. يا اخي وين الى هم؟ او عادل عبد المهدي يقول اريد احارب الفساد، زين ما يجي حاسب هذول رؤوس الاموال اللي يطلع هذا مش عن الجبور يصرح يقول احنا كنا حراميه. زين هذا لو اي حكومه كان بالعالم، اي حكومه هسه اللي بالصومال هم تحاكم اللي يحكي هذا الكلام. فيا اخي هم مجرد عصابات وانتقام من هذا البلد. وحسبي الله ونعم الوكيل عليهم يا اخي عمر. حسبي الله ونعم الوكيل عليهم عن على هذا الشيء اللي يسووه بهالبلد هذا. أنا أشكرك أبو أيوب من هولندا كان معنا. طبعا البارحة وثيقة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي صادرة قبل نحو أشهر، وهو الوثيقة تبين شمول وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني المتهم بقضايا فساد كبيرة والذي هرب خارج العراق. الوثيقة تبين بأنه تم العفو عنه، شموله بالعفو عن القضايا المتهم بها. طبعا الوثيقة تظهر بأن المحكوم عليه عبد الفلاح حسن هادي السوداني تم شموله بقانون العفو العام النافذ بتاريخ 25/8/2016 بعد تنازل المشتكين عليه وهي وزارة التجارة. ما هذه الصفقة التي يعني صارت حتى يتنازلون على القضية؟ يعني يبدو هي أصلا مدفوعة، رفع هذه القضية هو من أجل اكتساب أموال والابتزاز. يعني يتم ابتزاز الفاسد حتى يتم إسقاط القضية. طبعا السوداني حكم عليه بالسجن 7 سنوات غيابيا من قبل لجنة النزاهة بسبب ملفات فساد تتعلق بعقود وزارة التجارة، لأنه سخر من هذا القرار وقال في مقابلة صحفية قبل عام بأن القرار ليس سوى حبر على ورق وأنه غير مهتم لكونه يحمل الجواز البريطاني. الجماعة مسيطرين، كلهم عندهم جوازات أجنبية مثل ما صار مع ماجد النصراوي محافظ البصرة. شفنا شلون بيوم وليلة راح فتح الجسر وبعدين فر السيارة وطلع لإيران، ومن إيران راح لأستراليا، وذاك قاعد بأستراليا ما حد يقدر يحكي وياه، ما حد يقدر يحكي وياه. فهذا حالة من رأي كل الموجودين الآن في العملية السياسية، حتى اللي ما كانوا برا أمنوا نفسهم وحصنوا نفسهم بشراء جواز أجنبي لتحصين نفسهم. معنا اتصال أم عبد الله من بغداد.
مع عبد الله عندنا دقيقتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ القضية ما فيها إن هاي التحالفات اللي أنت نذكرها والأحزاب اللي تظهر كلها أشياء شكليات هو إبعاد الناس عن الشيء المهم اللي يصير بالعراق. اللي دي يحكمون قال هذا بالبرلمان قال انه احنا 9 يحكمون البلد. طبعا احنا ما نشوف لا سليماني ولا قيس الخزعلي على مسرح السياسة ولا المدرس ولا شيء، كلهم يشتغلون بالخفاء. اهم شيء عندنا هي وزارتين، وزارة الداخلية وزارة الدفاع. وزارة الدفاع طبعا مسيطر عليها اللي دي نشوفه، واكثر شيء حشد والقادة الحزبيين اللي قيس الخزعلي والسليماني. أما عندنا وزارة الداخلية هي وزارة مهمة تتعلق بالمجتمع العراقي خاصة. يعني إذا تريد تفكك شعب امشي على روح إلى وزارة الداخلية. وزارة الداخلية أصلاً هم همهم أول شيء زيادة أكبر عدد ممكن من الأقليات الخارجية وأعطائهم جناس عراقية في العراق، خاصة هس الإيرانيين والأفغان والباكستانيين. نعم، أنا أشكرك أم عبد الله، عذرا على المقاطعة، انتهى وقت البرنامج. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها حول الحديث عن الانشقاقات داخل تحالف البناء بعد مضي شهرين على تشكيل هذا التحالف، والذي أنتج رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وعادل عبد المهدي رئيس الوزراء، والاتفاق كذلك على برهم صالح رئيسا للجمهورية. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.